لك بلا تفاهة. شو اللي عم تعمله؟ يعني كثير ولادي اللي عم تعمله. يعني شو رح تقتلني مثلا؟ اكيد بدك تحبسني يومين ثلاثة وتطلعني، واللي بدي اياه رح يصير. وبيلا لك هذا الحكي كأنه بيحكي كثير شباب مو هيك؟ فوت حبيبي فوت، يلا فوت. على فكرة اللي عم تعمله ما رح يفيدك ولا رح يجيب نتيجة، بالعكس تمام، السعر طلع أكثر وصار في عطل وضرر، يعني صار في تعويض. شكله اهتماماتك بالبورصة عالية كثير. يلا اسكت من على آخر. جهزت لي السويت؟ تفضل. ايه؟ تفضل. ليش؟ يا اهلا وسهلا بسامي بيك. بالمهلي والله. بس انا شايف جو السويت ما بيشكي من شيء، بعدين انا كثير بحب الامبيونس دافانشيو. الله يسلم ايديك، عندي منه كثير شكرا. على كل حال نحن حبينا نستضيفك بمكان بليق بمقامك، فهذا السويت نحن بنجهزه للناس يعني حبايبنا القريبين على قلبنا. المهم هذا السويت مجهز، عندك هون سمارت تي في، دي في ديز لايبرري، كينج سايز بيد، عندك لقدام في جناح السبا، جاكوزي، يعني اذا داخلك بامكانك تقضي في وقت كثير حلو عنا. الفطور ببلش من الساعة 6 للساعة 11، عندك على الديسك هنيك موجود كل شيء بتحتاجه، ماشي؟ خذوا لي الموبايل منه اذا بتريدوا. شو؟ بحبوا. هذا الشيء قصدك؟ تكرم عيونك، نحن كرمة وانت بتستاهل. على العموم اذا احتجت اي شيء موبايلك معك خبرني، ماشي؟ يلا. ولدني اللي عم تعمله اسمه ولدني. طب شو عم تسوي؟ بعدك. خير؟ لازمك شيء قل لي. بدك شيء؟ بسيطة، رح دفعك ثمنها. ايمتى بدك تدفعه، اليوم ولا بكره؟ اسمع، ما طلعك من هون الا لتسمع الشباب هيك غنيه حلوه على ذوقك. غني لنا شي غنيه لنشوف. يلا انت وياه بتخليكم جنب الباب وما بتتركوه ولا لحظه واحده، ها؟ مفهوم؟ لا مي ولا اكل لالكم انا. يلا تعال. بدي أدله لحبيب القلب. أوكي مش عم بيرد. رد يا صلاح، رد. مرحبا خيا. خيا بدي اعتذر منكم، ممكن نتاخر على الموعد شوي. بتصل بالمهندس بردش. اكيد اذا جد اي اشي بخبركم. ماشي. وائل شوف الشباب شو بدهم. الو. ايه ماما، ليكي شفتي لسامي شي؟ ما بعرف، هلا بعث لي مسج عم بيقول لي انه راجع على باريس وما بعرف شو. ولك ما بيمزح هيدا، انا بعرفه ما بيمزح بهيك قصص.
وينه سامي؟ سامي جوزك. اصبر شوي. مالو عندي، مالو هون. بعدين ليش عم تسأليني جوزي ولا جوزك؟ بعت لي مسج اليوم الصبح عم بيقول لي انه مسافر على باريس. ايه بالسلامة، يلا معه. ما بعرف دقي لخطوط الطيران، بتعرفي على اي خطوط مسافر؟ ليك حاجتك حركات واكل هوا. نعم؟ اكل شو؟ عيديها عيديها شو؟ نحن سوا بهالموضوع، فما بيصير تتصرف منك لحالك. إذا بتحكي معي تاني مرة بهالطريقة، ميرا لا تلومي إلا حالك. ها؟ انتبهي منيح لكلماتك، فهمتي؟ بعدين نحن مالنا سوا حبيبتي، أنت وأمك بتشتغلوا عندي. مفهوم؟ خالص الموضوع. بس ما بيصير، ما بيصير هيك يسافر. شو بدي أقول للعالم؟ ما بعرف، ما بعرف شو بدك تقولي للعالم. جوزك هذا أنت حرة فيه. تفضلي تفضلي، عندي شغل. يلا اوكي امير، ماشي. لك خلصيني، اطلعي يلا. حبيب عيون الهوى، يخرب بيته شو حيوان. العم هذا ممكن يعمل اي شيء. لك نقطة مي وتارك لي. لحمة على هالوقعة، والله يعطيك العافية. شو هالوقعة؟ آخ دخيلكم، رح موت. بدي مي. ما مليتوا من القعدة؟ أنا شخصياً ما مليت، متعودة أقعد هون. أنا ما عندي مشكلة، إذا حابين تغيروا جو منقوم. هيك ها، شجعلي إياها. حبيبتي أنا ما بدي مين يشجعني. بعدين تأخر الوقت، لوين بدكم تروحوا بنصاص الليالي؟ إيه لأ، لسه السهرة بأولها. إذا بدكم ما متأخر، بنروح بنقعد ساعة ساعتين ونرجع. إيه بدنا نرقص ونغير جو، عن جد حابة أرقص. ايوه ايه، قولي هيك من الصبح، قولي انه جاء على بالك ترقصي يا هنا خانم. والله الحقيقه انا بالعاده ما بروح على محلات رقص، اعتبار ما بعرف هز يعني. انا بعرف، بنروح على الديسكو اللي رحنا عليه هداك اليوم. لا لا بليز، لا بلا، كثير ضجه، ما رح نقدر نسمع بعض. ايه نحن مو رايحين نقعد، بنروح بنرقص. بالله شو؟ يعني هلا انتوا الاثنين رح تقعدوا ترقصوا، انا شو بدي اعمل؟ كمان بترقصي. بعدين حبيبتي هونيك ما حدا رح يشوفك مع مين عم ترقصي، الشغلة ضايعة. خلص بلا ما نضيع الوقت، قوم من هنيك متقرر. شرف. أمري لله، شرف. أهلين ميما. هاي. أهلا وسهلا. شو كيف صار راسك؟ إن شاء الله أحسن. أحسن بكثير. طب الحمد لله. عادي عادي. شو بطلب لك؟ شاي ولا قهوة ولا زهورات؟ لا لا، ما بالي، ما بالي آخذ شيء. في بتمك حكي صح؟ شو صار مع ميرا؟ شو صار؟ سمعت انه جوزها سافر. ما بعرف. لا المزبوط المزبوط. ما بعرف، يمكن. كيف يعني يمكن؟ السفر ما في يمكن، يا سافر يا لا. ليش هيك توترتي وقلبتي خلقتك؟ سافر ولا انقبر؟ انت شو فارقة معك؟ مش انا اللي فارقة معي نور، انت. أكيد أمير دفع له، لأنه مش معقول سامي يسافر هيك إيد لورا إيد لقدام. آخ، لازم تفتح عيونك منيح. أمير ناوي على شر، ولا بلش يتحرك. لك ما بيطلع بإيده يعمل شيء، ولا تكوني نسيتي الفيديو اللي عندي. والله هالفيديو بيخرب له بيته. غريبة أنت ميرا،
كل هالفترة اللي قعدتيها معه بعدك ما بتعرفيه لأمير. أمير ما بيعمل شيء هيك لله. لك هالأجدب ما بيعمل دايما إشي ضد مصلحتي. لوين رايحة؟ هو لوين رايحة؟ هاي. ممكن أقعد معك شوي؟ هلا أنت أكيد أكيد شمتان فيي. ليش؟ ليش؟ على سامي. لا لا أبداً. هي حياتك الخاصة، أنا ما بتدخل فيها إطلاقاً. هلا قيمك من هالحكي، بس بيناتنا ما انبسطت لما سمعت بالخبر. أنت مش عم تطلع علي هيك؟ عم بسألك اللي عم يخطر لي ببالي، وأنت بالآخر حر بتجاوب ولا لا؟ ارتحت لأنه جوزك كان غليظ وتقيل على القلب. ما حدا بكل هذا البيت بلعه ولا بلع جيته ولا قصته. بهي ما يكون حق. ولا حدا بلع كمان شلون راح وخلصت القصة، ولا حدا فهم أساسا. هاي بقى أنا ممكن فسر لك ياها. أنت فكرت أنه لما إجا سامي لهون كان بدي إياه؟ ما خطر لك ولا لحظة أنه كنت عم بعطي لحالي فرصة؟ ليكي الله يخليكي، لا تدخليني بهي القصص. إيه؟ طب ما بدك تعرف القصة للآخر؟ طب اسمعني على الأقل. جاية سامي لهون كانت آخر فرصة بيني وبينه. بقى بعتقد إنه هو أخذ القرار لحاله وفل، وهيك بيكون ريحني. يا لطيف، شو رايقين وهاديين، بترجعوا لبعض على الهدى وبتتركوا بعض على الهدى. شي حلو والله، سيستم باريسي تمام تمام. انت عم تحكي هيك لانه انت ما بتعرف شو كان عم بيصير بيناتنا. نحن ورجيناكم الوش اللي نحن بدنا نورجيكم اياه. حكي ريحك ولا لا؟ شوفي، اللي بيريحني شي واحد، ميرا. خدي مصاريكي وروحي، ساعتها عن جد برتاح وبتشكرك. هيك برتاح.